تعاني من الجنف أو السكليوزس وتبحث عن علاج فعال. هذا تشوه ثلاثي الأبعاد وعلاجه لازم يكون ثلاثي الأبعاد. احنا في مركز اللياقة عندنا علاج ناجح لأننا نستخدم ثلاثة مدارس علاجية. أول حاجة الكايروبراكتيك لتليين المفاصل وتأهيلها للعلاج. ثاني حاجة طريقة شروث الألمانية التي تستخدم قوة التنفس لتصحيح الانحراف وضعية المريض في وضعيات مختلفة حتى يستفيد. وأيضا عندنا تمارين تويست وهي حصرية في مركز اللياقة لتصحيح التحدب في الظهر والناتجة عن دوران الفقرات. كل المرضى اللي عندهم سكليوزز أو جنف عندهم ميلان في الحوض ولذلك وفرنا إليهم مقعدة خاصة يستخدموها في البيت وفي العمل وفي المدرسة حتى لا يسيبهم مستقبل الآلام في الطار. تقدروا تطلبوها من اللياقة ستور وحتى تطلبوها أونلاين على وسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة تحت. ويحطالكم العافية.